مرحبا. احنا كنا بنغني عن الطيور المختلفة اللي بنعرفها. الآن يا دبدوب، ايش رأيك تحاول تقلد طائر كبير؟ حاضر. يلا. لو كنت نعامة قضيت يومي أركض، لو كنت نعامة قضيت يومي أركض، أرفع رجلي هكذا وأقفز أقفز هكذا، لو كنت نعامة قضيت يومي أركض. إن شاء الله تكونوا راقبتوا دبدوب كويس حتى تتعلموا تعملوا مثله. بإمكانك تقليد طير ثاني يا دبدوب؟ نعم نعم، مثل طير البطريق، بيقفز وبيتمخطر في مشيته. يلا يلا. لو كنت طير البطريق لحببت البحر العميق، لو كنت طير البطريق لحببت البحر العميق، قرب البحر أمشي أتمخطر وأسير، ثم أبني عشي على الشط الكبير. بتقلد البطة يا دبدوب؟ يلا يا دبدوب. طبعا ممكن. لو كنت بطة صغيرة في بركتنا الكبيرة، كنت أسبح دائما، لو كنت بطة صغيرة، لو كنت بطة صغيرة في بركتنا الكبيرة، كنت أسبح دائما، لو كنت بطة صغيرة. أنا خطر في بالي طائر تاني. طائر تاني؟ أيوة يا دبدو، حاولوا أنتوا كمان تحذروا إيش هو الطائر اللي راح أقلده. أنت بتحاولي تطيري وتهدي يا أمينة. صحيح يا سمسم، أنا بحاول أقلد طائر طاير وهو نازل، طائر ما بيرفرف بجناحينه أبداً، بمدهم وبطير فيهم بهذا الشكل بدون ما يحركهم. وهذا الطير كبير يا أمينة؟ أكبر من الحمامة. وهذا الطير بإمكانه يسبح؟ كتير بنشوفه بالماء، لكن ما بيقضي بالماء وقت طويل مثل البط والبطريق. يا ترى أنتوا عرفتوا إيش هو الطائر؟ أنا ما عرفت. ولا أنا. أنا عرفت، عرفت، لكن الأفضل إنك تحكي أنت يا أمينة. أنا كنت أقلد طائر النورس. صحيح، هذا هو النورس. النورس؟ خلينا نغني عن النورس. فكرة حلوة يا دبدوب، وأنتوا كمان مدوا إيديكم وحاولوا تطيروا مثل النورس. يلا يلا, يلا. جاهزين؟ جاهزين. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. لو أني نورس صغير كنت أغني وأطير في هذه السماء، أطير فوق الماء. لو أني نورس صغير كنت أغني وأطير في هذه السماء، أطير فوق الماء.